نسيت السيره اليوم ابو. يعني تصير زي ما انت شايف. تعملش بكازا، اكلك بتعملش. قديش بسمح لكم تشتغل؟ 300. السمك. طب لو غربتوا هلقيت زاد عن 300. بطخ علينا ببهدلنا كثير. امبارح ابن بكر قتلوه بالصايد في البولخ. صايد بيجيب رزق لعياله قتلوه. وصبي صغير يعني بيشتغل على البار بس صار هيك شمت هواء. طخوه عشان تعدي الحدود. تحتجوش انتوا تحتجوا لمين نحتاج؟ احتجينا كثير وعلى الفاضي، مين بده يحتج على اليهود؟ ده حدا بالدرج. الوكاله وقدمت مكتوب للوكاله يا عم رحنا وعلى الفاضي والله ما طلع بدين. رحنا واحتجينا وعملنا مسارات كثير وعملنا على الفاضي. 24 ساعة من الصبح لتاني يوم الصبح، سواء الساعة 6، الساعة 7، الساعة 5 الصبح، زي ما أنت شفت بنطلع الصبح بنرمي الشباك وبنشتغل كل ساعتين. ولا يفتح منا ولا شاب.